أهلا وسهلا بكم يا أهل الرافدين، عمار بيت القصيد إلى عدد جديد. لأن اسم أمي يبث بوجهي حنينا، به تكبر الأمنيات، ننادي إلى الحب للفجر، للعيد بالحب تتسع الأغنيات. لأن جراح الطريق إلى النصر يبدأ بالصدق والتضحيات، نقول أجيبوا نداء الجريحة في القدس يا أهلها في ثبات. نستضيف في هذا العدد مستشارا إعلاميا إداريا وشاعرا وأديبا، كتب الرواية والقصة أيضا. فالحديث هذا اليوم بمعيته سيكون ضمن دائرة الشعر الذي يصنع وطنا ويذكر الإنسان بما تبقى من الإنسانية المهدورة. أرحب بكم وبضيف عدد اليوم من بيت القصيد الدكتور والمستشار الإداري والإعلامي نزار الحرباوي. أنرت بيت القصيد يا دكتور. شكرا جزيلا لكم ولقناة الرافدين على هذه الاستضافة، سعيد جدا بوجودي معكم أديبا وشاعرا رقراقا أستاذ مصطفى مطر. أنا أكثر سعادة يا دكتور، ولربما سؤال خارج سياق النص، هل هي المرة الأولى أو الجديدة التي تحضر أمام الكاميرا كضيف أم سبقتها وسبقنا بها غيرنا إليك؟ في مجال الأدب حقيقة اللقاءات التلفزيونية التي أظهر عليها قليلة جدا، يعني لا أقول معدومة، ولكن هناك مجموعة من القنوات الفضائية أجرت سلسلة من المقابلات. أجد هذا النمط من المقابلات يميل إليه رواد المواقع الإلكترونية أكثر من القنوات الفضائية، لكن بفضل الله تعالى يعني كانت لدينا بعض الإطلالات على بعض القنوات الفضائية مؤخرا. بالأمس كان لدينا حوار أيضا مع قنوات سعودية حاولت أن تتصل بالجانب الفني والثقافي والأدبي تحديدا، بعيدا عن الجانب السياسي، بعيدا عن الجانب المعرفي، بعيدا عن الجانب الأكاديمي والإعلامي. أكيد طبعا. دعنا نذهب مباشرة إلى الجانب الشاعري بشخصية الدكتور نزار الحرباوي، وأنت من الإعلاميين الفلسطينيين القدماء يعني الذين لهم السبق يعني في الظهور الإعلامي. دكتور، لو أردنا أن نتحدث عن شخصيتك كشاعر، من ينادي من فيكما؟ أنت تناديه أم هو يناديك؟ عن الشعر أتحدث. الحقيقة أنا أنادي الشاعر في شخصيتي بطبيعة الأحداث الموجودة، نظرا لكثرة المسارب الموجودة في الحياة وكثرة صروفها التي تنادينا، فبالتالي يعني ننشغل عنه ولكننا لا نستطيع أن نفترق عنه، بالتالي هو جزء من كينونتنا وجزء من هويتنا. الشعر كما تدرك ذلك وكما يبدع قلمك ونبضك أستاذ مصطفى، أكيد. عندما يتملكك لا تستطيع أن تفارقه، بالتالي في بعض الأحيان يتحكم بك وفي بعض الأحيان يجبرك على أن تنادي، لا سيما إذا وقفنا في محطات يعني تستفز الوجدان حقيقة. نعم. من المحطات السياسية، من المحطات المعرفية، من محطات الألم، من الحروب، النزاعات، المجازر، المجاعات الموجودة، حالات الاستبداد، حالات الظلم المعرفي، حالات يعني عدم المسؤولية الموجودة في الحياة، هذه كلها تستفز قريحة الشعر، فبالتالي تجبرك على أن تناديه في محطات فارقة في حياتك لعله يكون حاضرا فيها، بالتالي الشخصية لا تنتزع منه، ولكن نحاول أن نغيبها حتى لا ننشغل بالأدب والشعر عن مسارات الحياة الأخرى. ذكي وفيه من السياسة أيضا ما فيه. حسنا، ما رأيك أن تأخذنا إلى إحدى هذه المحطات، نتوقف عند تجربة من تجاربك الشعرية وعن ماذا كتبت، إلى العنوان قبل النص وسر العنوان. هذه ربما يعني تكون تلامس بعض الجراح اليوم. قصيدة بعنوان سأموت يا وطني مكابر. الله. هذه القصيدة يعني بعد سلسلة الجراحات التي كتبت، وإنما يعني كتبت بنبض القلب قبل أن تكتب بمداد القلم. فعلا الحالات التي يعني تستفز واقعنا اليوم وتستفز فينا قريحة الشعراء والأدباء، وقبل ذلك المسؤولية الاجتماعية، مسؤولية مهمة جدا أستاذ مصطفى، ولذلك ما يكتب اليوم هو مسؤولية. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. نستطيع أن نكتب باللغة المعقدة، نستطيع أن نكتب باللغة الصعبة، ولكن نؤثر في كثير من الأحيان أن نكتب بلغة بسيطة لعل إنسانا أو طفلا في الشارع تخلق وعيا، يعني إذا تردد فيها أو رددها أصبحت لنا كنزا حقيقيا. إلى هذا الكنز الحقيقي الآن إن شاء الله. يا وطنا مسلوب الدمعات، يا أرضا تحرث بعظامي، في قلبي المثقوب أراهم حتى من ثقب رصاصتهم. الله. من قلب المثقوب أراهم حتى من ثقب رصاصتهم، غدروني في لحظة نصري. غني يا شلوي ألحانا لقنابل تحرث أطفالي، لأرامل تحرس أشجاري، لدموع وليد ما زالت قطرات الثدي تبلله. غني أو ابكي أو كابر، يا شعري ابكي أو كابر، أو ردد أشعار الشهداء
وسدد هدفا في عيني، فأنا كالشجر بلا ثمر، أمتص التربة بجذوري، أرشف من شعري طعم الموت، وأبقى حرا وأفاخر. مليارا مليارا نحيا دون حياة أستاذ مصطفى. يا مليارا دون هوية، كفنت صغيري لم أبكي، وذرفت دمائي لم أشكو، فأنا لي وهج وقضية. فأنا لي وهج وقضية. يا قبلة أمتنا ديست بالقدم السمر العربية، يا رمز الطهر ولا أطهار، تصون لنا رمز قضية. سأمزق أستار الكلمات، وأبصق في وجه عدوي بعضا من جرحي، وقواف تحمل عنوانا لمسافر. الله. تعرفني أيامي طفلا يحلم بحديقة ألعاب، تعرفني أيامي طفلا يحلم بحديقة ألعاب، قد شبت أيا دهري رفقا حدق في الثلج على رأسي، لكني ما زلت بريئا، ما بعت مع القتل الحلم، مبتسم لا أشكو ألما. يا وطني قد ثقب شغافي برصاص القناص المأفون، يدخن سيجارا فرحا، يمتشق سلاحا عربيا برصاص غربي الطعم. هل يكفي يا وطني لحمي؟ هل يكفي يا وطني عظمي؟ خذ مني ما شئت، ولكن لا تسلبني يوما حلمي. خذ مني ما شئت، ولكن لا تسلبني يوما حلمي. أشتاق لضمة أطفالي، يعتصر فؤادي بالبلوى، تخنقني حمى التصريحات، وشعبي في المنفى المهجور يعانق أسلاك العودة، يزرع عند الحد الوردة، يبتسم أمام جلاوزة الظلام، ولكن لا يجزع، فستكبر هاتيك الوردة، وسيصدح من نور الأقصى مليون لسان ثوري يشتب أعرابا وأعاجم. لا يعرف قافية عذرا، لا ينطق بحروف معاجم، لا يعرف إلاك ويأبى إلاك. أيا طفل المسجد، يا طفلا عملاقا يمضي بأزقة مسجدنا الأقصى، ويحدق في وجه الغرباء، يقول بشفة مطبقة: إن خرس العرب غدا أكبر، وسيصدح غصني وطيوري، وسيبلى دهركم الأغبر. وسيكبر وسأكبر وسيصدح غصني وسيبلى دهركم الأغبر. وسيصدح غصني وسيبلى دهركم الأغبار. وحتما هذا الدهر الذي يظلم قضية ويجلس على أنقاض شعب يظن أنه له كامل الحق بهذه الأرض، حتما سينجلي، فهو عبارة عن ضباب ودخان ليل، أليس كذلك؟ بكل تأكيد. ولذلك عندما يعني نجري على ألسنتنا، وأنت أدرى منا بذلك، بعض الكلمات أو بعض العبارات أو بعض الحوارات داخل قصيدة شعرية أو داخل فضاء شعري معين، نحاول من خلاله أن نمزج بعض الكلمات، نعم، ولكن نحاول من خلاله أن نرسل رسالة. بمعنى يعني سئل كثير من الشعراء: تكتبون بلغة معقدة، تكتبون بلغة بعيدة عن الناس، ولكن لكل إنسان رونقه ولكل شاعر هدفه، فبالتالي من يكتب بالأسلوب الجزل يختلف بكل تأكيد عن صاحب الأسلوب السريع، صاحب الأسلوب الإبداعي، صاحب الأسلوب الخطابي، صاحب الأسلوب الثوري، وكل منهم له ميدان، ولكل ميدان عشاقه. أستاذ مصطفى، على سيرة الهدف والميدان، إضافة إلى الفكرة التي يريد الشاعر أن يبسطها إلى جمهوره، حينما نتحدث عن مأساة الأمة وواقع الأمة الذي تعيشه اليوم، وأنت أدرى منا بذلك دكتور نزار، هل من المقبول باعتقادك على المثقف أيما كانت دائرته الثقافية التي يعمل بها، شعر، نثر، قصة، هل مقبول من هذا المثقف أن يقف على الحياد في ظل مأساة هذه الأمة اليوم؟ طبعا هو يستطيع أن يقف على الحياد، ولكنه مجرم. يعني دعني أبدأ، إن وقف على الحياد فهو مجرم، ولا يختلف من يقف على الحياد عن من يطلق النار ويضغط على الزناد. هذه قاعدة في الحياة. من يتفرج على مقتل الأطفال الصغار اليوم في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في فلسطين، هو مجرم بقدر من يضغط على الزناد تماما. نعم. لذلك الشعر هو ترجمان أمته، هو اللسان الذي يعبر عن حقيقة مضامينها، عن جرحها، عن آلامها، عن الجراح التي تكويها، وعن الجراح الرائفة التي تعيشها. لذلك لا يمكن لشاعر فعلا تملكه الشعر أن يقف صامتا.
لا يمكن إلا إذا كان شاعرا مصطنعا أو شعورا كما يقال، أو صنيعة شعر يعني بالسياسة أو بيد السياسة أو بالمال السياسي أو بالصنيعة السياسية. لكن الشعر الحقيقي، الشعر أصلا انطلق فيه الشعر وروح الشعر، وهي ملكة وهبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يلامس قلبه ولأنه يلامس شغافه. بالتالي الواقع يعتصره، الصورة تعتصره، المشهد يعتصره، صراخ الطفل يعتصره، النات الثكالة والأرامل والأيام كلها تعتصره، لا يستطيع أن يقف على الحياد أبدا. بالتالي إلا إذا فقد إنسانيته، والشاعر عليه بالدرجة الأولى أن يكون إنسانا قبل أن يكون شاعرا. بالتالي لا يوجد شاعر يخلو من إنسانيته، وشاعر بلا إنسانية شاعر مصلحي، شاعر سمه كما تحب، ولكن فقد للهوية والإنسانية، اسم الشعر لا يليق به. أحييك على هذه الإجابة الكافية الوافية، وطالما أنك وصفت الشاعر كفى، إذن ينبغي عليه أن يكون، وللوطن حتى يحتضن هؤلاء الشعراء ينبغي أن يكونوا شعراء أصحاب هوية. سنخرج الآن إلى قصيدة لشاعر ربما كان صاحب هوية في نصه وفي شخصه أيضا، ما رأيك أن نذهب معه؟ كل تأكيد لسيدنا ذاك. إذن للوطن في تفاصيل أبنائه ملامح تذكرهم أنهم له ومنه مهما وجدوا في معترك الحياة من صعاب وشدائد، ولأن الوطن قصيدة صدق يورثها أصحاب المبادئ، نذهب وإياكم الآن إلى قصيدة من أجل وطن لا يمكن أن يغيب عن القلب والذاكرة. بلا سبب أنا اللي كل ذنبي صحت مرة يا رب. تفضل تفضل خذ. لا يا ابن أخوي، يحرم على وجه الطلب. طيب شو بدك يا حج؟ أرجوك دلوني حلب. هنا لن تنحني حلب، هنا الوجدان يلتهب، هنا نار هنا حطب، هنا موت يحاصرنا وأنياب لها عطب، هنا المأساة تنتحب، هنا جرح هنا حلب. فلا ما شيعت يوما وقد شهدت بذا الحقب، هنا رايات أمتنا لجيش الحق ترتقب، هنا الأعراب قد باعوا برخص ما اشترى الغرب، هنا الخذلان يستلقي، هنا الإسلام يغترب. الله يخرب الديار وخرب الديار هالإبنة، الله يا الله لا يوفقه، الله لا يجيب له الخير. فآهٍ آل حمدان لأرض سادها النجب، أتغدو اليوم سائبة كأن حماتها هربوا، هنا المتنبي ما فتئت قصائد شعره تشبو، هنا آت سيفضحنا وعار سوف ينتصب، ويبقى الشعب مكلوما لرب العرش يحتسب، يذود بدمعة حرة وشوق للثرى يصبو، فوجد كله وجع ونفس حالها تعب، يؤرقها هوى حلب وجرح اسمه حلب. حياكم الله مجددا يا عمار بيت القصيد، وضيف هذا العدد الجميل هو الشاعر الدكتور
نزار الحرباوي من مدينة الخليل، خليل الرحمن في فلسطين المحتلة. قبل أن نذهب أنا وأنت إلى السؤال التالي، استوقفتني خليل الرحمن، تطرأ كثيرا على بالك يا دكتور. بكل تأكيد، من نسي أصله كمن نسي كالشجرة التي تنسى جذورها. أستاذ مصطفى، يعني لا يمكن للإنسان أن يتخلى عن أصله، عن هويته، عن ذكرياته، عن طفولته، عن مدارسه التي ترعرع معها وطفولته التي شب عليها، وبعد ذلك يعني ذكريات الأهل والأصدقاء والخلان وذكريات فلسطين وهوائها وزيتها وزيتونها لا تنسى. الله دكتور، الآن لو أردنا أن نتحدث في شخصية نزار الحرباوي شاعرا، ما الشيء الذي يستفزك ويدفعك مرغما وطيعا إلى الورقة والقلم؟ الذي يدفعنا حقيقة هو الرغبة الحقيقية، بمعنى الحب، يعني قيمة الحب الحقيقية التي يعني يمتزج بها كيان وشغاف الشاعر هي القيمة الحقيقية المحركة. يعني نحب الإنسان فنكتب لأجله، نحب الوطن فنكتب لأجله. من يتناسى قيمة الحب الحقيقية، وهي الحب الطاهر، الحب الحقيقي، الحب الراقي، الحب لطفلك، الحب لطفل قد يكون طفلك، الحب للإنسان، الله، الحب للشعر، الحب للمظاهر الجميلة، للشكل الجميل، للنموذج الحقيقي، للأشياء الإيجابية التي يمكن أن نراها، هذا حب طاهر. بالتالي قيمة الحب الحقيقية هي الدافع الأساسي والمحرك وراء الإنسان. قيمة البغض لا يمكن لها أن تتملك الشاعر لتستفزه استفزازا إيجابيا إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت قيمة الحب أعلى منها. شوقتنا لهذا الحب يا رجل، أعطنا بعض حبك الذي بين يديك يعني على هيئة ورق، ماذا ستختار لنا الآن؟ الحقيقة سأختار يعني قصيدة صغيرة عن الغربة. ما رأيك أن نسبقها بقصة القصيدة؟ يعني هي كتبت عندما جاءني مولودي الصغير. جميل. نابين، كتبتها حتى أوصيه بالعودة إلى فلسطين. الله. فامتزجت فيها فرحة وصول المولود، إضافة إلى فرحة تذكر الأهل، وبالتالي سالت الدمعة رقراقة من العين، فرحة بقدومه ورغبة مني بميلادي طفلي ومولود الأول في رحاب بلدي وبيتي في فلسطين. إلى القصيدة. على قبري تبسم تحت هذا العنوان صيغة أحرفها: نسجت الحب، نسجت الحب من نبض الضلوع، نسجت الحب من نبض الضلوع، وكنت أصوغ من جرحي دموعي، وأكتب والقوافي شامخات، وأرسم باليراعي خطى رجوعي إلى قلب غدا يحكي فراقا ويشتاق العناق مع الربوع. يدور الدهر، يدور الدهر يا عمرا فتيا، ويرسم بالأسى نص الدفوع، غزاني الشيب من هول المآسي، غزاني الشيب من هول المآسي، وأورق خافقي دون الربيع، هي الأقدار قالت باقتدار بأن نحيا على دفء الشموع. الله. بكيت الفرقة السوداء دهرا، بكيت الفرقة السوداء دهرا، كبت الآه أثناء الركوع، بكيت الفرقة السوداء دهرا، كبت الآه أثناء الركوع، وقد طفت البراري دون خل، وكان الوجد يعصف بالضلوع. بحثت عن الجمال، بحثت عن الجمال بكل درب، ولكني عرفتك في ضلوعي. بحثت عن الجمال بكل درب، ولكني وجدتك في ولكني عرفتك في دموعي. فسامحني بني على سنين رمان الدهر فيها بالخضوع. وكن رجلا أبيا ليس يرضى عن عن الإخفاق في فعل الصنيع. فأنت اليوم جزء من كياني، فأنت اليوم جزء من كياني، وأنت اليوم غصن من جذوعي. فعد لبلادك الغراء واحمل أمانة تربها حين الشروع. وأصحابي لديهم بعض روحي، وبعض الروح مفتاح الرجوع. فكنزك بانتظارك، فكنزك بانتظارك، قم سريعا وقبل هامة العلم الرفيع. وقبل وداعك الغالي أيا ابني تبسم حين تدخل في ربوعي. وقبل وداعك الغالي أيا ابني تبسم حين تدخل في ربوعي. وفوق القبر لا تذرف دموعا، حذار الدمع أن يخفي شموعي. حذار الدمع.
أن يخفي شموعي. أن يخفي شموعي، لربما قال لك قائل يا رجل أنت تستقبل مولودك بدلا من أن تستقبله بالابتسامة تستقبله بوصية مودع. نحن نوصيه بأن يكبر على هذا، فلا خير فينا قدر الفلسطيني، ليس فينا خير إن نسينا أن نزرع هذه القيمة مع تنفس طفلنا للمرة الأولى في حياته. فنحن فلسطين عندنا أهم عندنا من أبنائنا، وبالتالي هذه القيمة لابد أن يكبر عليها أبناؤنا حتى لا ينسى الصغار إذا مات الكبار، كما قالت جولدا مائير ذات مرة، وحتى نزرع هذه القيمة حقيقة بعيدا عن الشعارات الرنانة والفضفاضة التي تقال. إذا أردنا أن نصنع لفلسطين شيئا فأول ما علينا أن نصنعه هو أبناؤنا، وأن نغذيهم بالقيمة الحقيقية لفلسطين وقيمتها وقدسيتها ومكانتها، وأنها هي فعلا موئل الإنسانية. أكيد جولدا مائير حينما قالت الكبار يموتون والصغار ينسون بكل نعم. تأكيد دكتور، حينما وعلى ذكر هذه القيمة التي تفضلت بها، والكلمة قيمة إيجابية بلا شك، كيف يمكن لهذه الكلمة أن تقود أمة إلى حلم الخلاص من طواغيت الظلم والاستبداد وإلى أبواب الحرية المنشودة؟ كيف للكلمة أن تقوم بدورها هنا؟ هي الكلمة هي أصلا أساس الطلقة والفكرة، بمعنى الثورة تقوم بالكلمة، والمشروع يقوم بالكلمة، والشجرة أصلها بذرة، بمعنى العلاقة الحقيقية ما بين الكلمة النارية، الكلمة الحقيقية، الكلمة التي تأتي من قلب ملذوع، الكلمة التي تأتي من عقل متفتح، هي التي يمكنها أن تصنع فعل التغيير الحقيقي، فعل التأثير الحقيقي. إذا نظرنا إلى بلادنا العربية أو حتى غيرها من البلاد، يعني مارتن لوثر كينغ لم يكن صاحب توجه يعني ديني، وإنما كان معادل للكنيسة، كان يريد أن يبني، ولكنه زرع فكرة، بمعنى صاحب كل فكرة إذا آمن بها إيمانا حقيقيا وإذا استعد فعلا أن يكون من الذين يحملون رايتها حقيقية بكلمته وسلوكه وأدائه وفعله وتصرفه، بالتالي يمكنه أن يخترق الجدران مهما كانت عظيمة. الإنسان إذا زرع فكرة حقيقية في بيئة عاصفة يستطيع أن يحرس هذه الفكرة ويستطيع أن يحرس هذه البذرة، ولكنه إذا تذرع وتعلل بالأجواء العاصفة ثم بعد ذلك بقلة المياه لن تزرع هذه البذرة. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، لا لن يضيع جميل أينما زرع. علينا أن نزرع هذه الأفكار الإيجابية، والشعر هنا مسؤول. يعني الشاعر العراقي المشهور، الشاعر الفلسطيني المشهور، الشاعر السوري المشهور، الشاعر المصري المشهور، هو ترجمان، هو الوجه الحقيقي، هو القيادة الحقيقية في مجتمعه بعيدا عن الآثار السياسية. كثير من الناس تموت الرؤساء وتحيا ولكن يحفظون بيتا من الشعر. يعني اسمح لي هنا أن أذكر بيتا من الشعر لقصيدة يعني سمعتها من سيف الدين الدسوقي يلقيها بصوته في السودان، عندما قال خذني إلى النيل لا تسأل عن التعب. يقول في آخرها بيتا من الشعر لا زال رنانا في أذني، يقول والناس أجمل ما فيهم بساطتهم لكن معدنهم أغلى من الذهب. في يعني كلمة واحدة بيت من الشعر، الناس أجمل ما فيهم بساطتهم لكن معدنهم أغلى من الذهب. تصور أنت تخاطب الشعب السوداني بهذه الكلمة، فعلا هي قيمة، هو وصف شعبه ببيت من الشعر. فبالتالي لا تستطيع كل الكتب أن تختزل جملة واحدة أو نصا أو شطرا في رؤية شاعر مبدع ملهم يستطيع أن يقرأ الواقع، لأن الشاعر محلل سياسي ومحلل فكري ومحلل اجتماعي، بالتالي هو يلمس آلام الحياة الاجتماعية، آلام الطلاق، الجوع، الفقر، ثم بعد ذلك يتحدث ويراها عنها بعين مختلفة عن الرؤى العامة، وقد يتحدث عنها برمزية أيضا. قد يتحدث عنها بلغة الحيوانات مرة، بالشجر مرة، بالحب مرة، ولكنه يقصد بها أشياء، وللشاعر في نفسه أشياء وغايات سامية وسامقة في كثير من الأحيان لا يدركها كثير من العوان. ولكن هنا لابد للناس أن يتفرسوا في نص القصيدة، بمعنى يعني أذكر كتبت قصيدة هنا أستاذ مصطفى إذا أذنت لي بها. بسم يعني الله تتحدث عن عجوز بسيطة تقف على أبواب المسجد الأقصى تبيع النعناع. هذه العجوز سميتها وسميت ديوان الشعر باسمها، سميته بائعة النعناع. جميل. بائعة النعناع حقيقة هي تجسيد لهوية الشعب الفلسطيني، امرأة تقفز فوق سور الفصل العنصري، تأتي من نابلس صباحا معها باقات من النعناع لتبيع بعضا منها ببعض الدريهمات القليلة على أبواب المسجد الأقصى، ويلحقها الشرطة الإسرائيلية وما يسمى بجيش الاحتلال بالشرطة المدنية، ثم يلحقونها على باب الأصباط ثم إلى باب الزاهرة ثم بعد ذلك وهي تركض كالغزالة على أبواب الأقصى وترفض أن تفارقه. ثم إذا صادروا بضاعتها تعود ثاني يوم وقد قطعت ضمما جديدة من النعناع، أقول فيها بسم الله بسم الله، وتجلس كرها عائشة عجوز فلسطين في باب العمود، تراها هي والشمس على ميعاد. الله. تحمل باقات النعناع تفوح بريح من أمجاد الفلس وبعض المجد وبعض الطين، أكل الدهر على طرحتها
سنوات تلو السنوات وعجوز تبسم للأقصى، رغم سني الفقر المدقع، رغم خرافات التلمود، ورغم زحوف لا تعرفها الأرض الحرة، لا تعرفها قطة باب الساهرة الموؤودة في رمل النسيان، تجلس عائشة بلا ملل فوق الحجر القاسي صبحا، تخرج من جعبتها مسكا يحمل بعض بقايا الأرض، وتفوح إذا جاءت منها رائحة النعناع المرة كالأحلام، وعلى قطعة خشب ترمي هم الدهر، وبعض بواقي الشيب امتزجت بالنعناع، هذا نعناع بري، نادت كأذان الأقصى، نادت كأذان القدس غداة هجوم المغتصبين، هيا أقبل باقة فل قد أعطاها الزمن المر اللون الأخضر، لا تتحير من منا في هذه الدنيا لم يتغير، أقبل أكثر نعناعي من أصل الفل، وفيه المسك وفيه العنبر، يرقبها جندي ثمل من هولندا جاء طريدا، يحمل بين يديه سلاحا أطول من هامق كرامته، ويقهقه في لؤم باد، ويمازح روسيا آخر يحمل رشاش نذالته، ويصوبه نحو الطفل العابر حينا ومرارا لقباب القدس، يزبد ويريد إخافتها بين سلاح الغدر وبين معاناة النعناع مسافة. تلك خرافة، تلك الأرواح الصاعدة من النعناع تسد الأفق أعمق من أعماق العمق، أين إن زرع النعناع بأرضي ليست تقطعه الجرافة، هذا الورق الناعم صلب أصلب من أمم خوافة، يلطب من أمم خوافة بكل تأكيد، هذا النعنع، هذا الورق الناعم صلب أصلب من أمم خوافة، يلطم وجه الزمن الباهت دون ضمير دون لطافة، هو نعناع نبت بأرض الزعتر والزيتون بلا استئذان، من أرض الأقصى والمسرى ملء عيون المنسيين، جاءت تلفع وجه الشمس من قرقعة الغضب النازف فوق جناح صلاح الدين، تهرب من أنياب الشرطة إذ تلحقها ليل نهار، من باب العمود كمهر للساهرة تجوب الأرض، تحمل ما جمعت بيديها على النعناع يساعدها في تعليم الطفل حسام أو يدفع أقساط مرام. الله. بائعة النعناع عجوز لم تدخل يوما مدرسة، عاشت في القدس وتعرفها مثل صغير مثل صبي قد ربته، تقفز فوق السور الفاصل، تقطع أميال التغريب، وتقبلها الشمس صباحا إذ تفرد بعض بضاعتها باب السوق. عائشة تعيش بعالمها، عائشة تعيش بعالمها، كل صباح تنشد أغنية النعناع، تصنع منها لحنا عذبا يتلقاه الطير، يسافر كل مقيم حول القدس وكل مغامر، هذا نعناع بري من نابلس إليكم يأتي، هاكم نعناعا ممتازا لن تنسوا طعم النعناع، وتغني وتنادي علنا، هذا نعناع من بلدك، هذا نعناع من بلدك، ليس غريبا كجنود التلمود تراهم حول الصخرة حول الأقصى عند الحاجز فوق نوافذ بيت العجزة قرب براق دون براق، تهزأ بالأغنية بجند، تهزأ بالأغنية بجند تعلن مشروع الأشواق، وترش الماء على الأرض، هذه الأرض فداها دماء، ما أجمل أن تروى بين الساعة والساعات ببعض الماء. الله. ويمر جنود الدورية بعيون زرقاء وشعر يلمع ليس كشعر الناس، الضابط جاء من المجر ومساعده من بولندا، والباقي روس ورعاع تنظر فيهم، تملأ كبد الشمس أنينا، من جمع أبناء الغرب وأعطاهم حقا ليقيموا فوق تراب الشرق النازف في أقدس بقعة إشراق، يحكمها كلب بسلاح، كفر إن لم يصدق شعري، غدر إن صمت النعناع، يركلها جندي خريف، يركلها جندي خريف، يقلب بالبسطار، والبسطار هنا الحذاء الذي يلبسه الجنود، يقلب بالبسطار حدائق نعناع وعيونا، ويقهقه وغد روسي في عينيه براءة هتلر، يمسك بالمقلوب خريطة وطن لم يولد فيه أبواه، واه 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 واه، تنزف في الجولان زهور، مكة تهتف في زمن التدبير الأعور، أين اللات والأعراب بلا إعراب، والنعناع تناثر دررا، وعجوز في القدس تنادي وعرباه.
عذرا يا خالة لا تأسي، لا يأس بأرض الإسراء، ضاقت ضاقت لكن فيها بشرى بالوعد وقد جاء، ضاقت ضاقت لكن فيها بشرى بالوعد وقد جاء، بشرى بصلاح منتظر يحمل منبر نور الدين على كتفيه بيوم شتاء، يصفع في حطين عدوا لكن مهلا قبل أولئك، اصفع من باع الحرمين واصفع من باع الحرمين وشيخ النفط ودع ناقة جندي يطأ على رأس الخوان يقلب شاحنة التاريخ ليرفض تلمود الأعراب إذا قرأوه بغير وضوء. أصلاح الدين إذا جئت، أصلاح الدين إذا جئت إلى حطين بمنبر مجد لا ننكر وقع معانيه، هات الزعتر والنعناع وانثر قرب مقام عجوز باب الأقصى بعضا منه، وانثر قرب مقام عجوز قرب الأقصى بعضا منه، بلسم بعضا من آهات الدهر الغابر بعضا من تلك الأحزان، عائشة بالله حلفت إن جاء صلاح يحررنا ستبيع النعناع مرارا قرب الأقصى قرب الصخرة متنقلة متفائلة، لن تفتح يوما حانوتا أو دكان، لن تفتح يوما حانوتا أو دكان. الله ما أجملك، ومتواصلون معك أكيد سيد نزار الشاعر الفلسطيني والأديب والإعلامي القدير، ومتواصلون مع عائشة هذه الصامدة في ربوع القدس الحبيبة، ولكن لابد أن نأخذ استراحة الآن. أسعدنا لك أستاذ. إذن مشاهدينا الكرام متواصلون معكم وهذا العدد من بيت القصيد، ولكن متابعون بعد الفاصل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. تواصلون معكم مشاهدينا الكرام، وهذه عودة إلى ضيفنا هنا في الأستوديو وبيت القصيد، يحلو بصحبتك دكتور نزار الحرباوي من فلسطين. دكتور، أنت والشعر الفلسطيني أصدقاء بلا شك، لكن فلسطين في ظل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم، كيف يمكن أن يكون هناك مأسسة لتجمع والتفاف عربي حول قضية فلسطين بحيث تظل هي المركزية ولا ينشغلون عن ملفاتهم الداخلية؟ هل يمكن تحقيق هذه المعادلة؟ بكل تأكيد أنا أشكرك على هذا السؤال أستاذ مصطفى. يعني حقيقة الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية في كونها هي البوصلة الحقيقية، هي الجامع الحقيقي، وهي البارومتر الذي يقاس به نهوض هذه الأمة أو انتكاستها. يعني في ظل هذا العصف الذهني الموجود اليوم في العالم العربي، في ظل هذا التشتت والتشرذم الموجود، يعني ما الذي يجمع المسلمين والعرب قاطبة على كل دعاويهم وعلى اختلاف منابتهم الفكرية والثقافية والسياسية والمعنى؟ الأقصى. الأحداث التي حصلت في أبواب المسجد الأقصى جمعت الأمة برغم جراحاتها الداخلية، بمعنى حرفت المسارات الداخلية إلى البوصلة الكبرى، بمعنى هو التوجه الأكبر. وهنا يأتي دور الأديب فعليا في كونه رائدا من رواد الحركة الاجتماعية الموجودة في مجتمعه ليوجه هذا المسار باتجاهه الإيجابي، بمعنى إذا تشتتت هذه الأمة وأصبح كل يغني على ليلاه وأصبحت كل قيادة موضعية تهتم بجراحاتها الذاتية، هنا سنفقد البعد الاستراتيجي. وهنا جاءت قضية فلسطين لتكون هي العنوان الاستراتيجي، بمعنى هي ليست قضية أرض أو شعب تحت احتلال فقط، أو قضية قانونية أو قضية إنسانية أو قضية حتى فلسفية معرفية. اليوم نحن نتحدث عن قضية جامعة تجمع الأمة
كونها جزء من وقف إسلامي كامل يختص بكل مسلم على وجه البسيطة لا يجوز التنازل عنها. لكن هذا الأمر يمس أصحاب القضايا الأساسية، بمعنى نحن كفلسطينيين لا ننسى الجرح العراقي، لا ننسى الجرح السوري، لا ننسى ما يجري اليوم من مجازر تجري في اليمن، في ليبيا، في غيرها من البقاع، حتى ما يجري من استهداف للإنسان البريء الموجود في أوروبا وغيرها. نحن الآن نتبنى الفكرة الإنسانية، بمعنى نحن كشعراء كأدباء أمام مسؤولية حقيقية في صناعة التوجه الإنساني للحفاظ على الإنسان، ثم بعد ذلك للنهوض بهذا الإنسان ليصل إلى حقوقه المشروعة، حقوقه المكتسبة كإنسان، ثم حقوقه المكتسبة في القوانين الوضعية والقوانين الدولية، حقه في السفر، في التنقل، في الكتابة، في التعبير، في الإعلام، في الإعلان عن، في جمع المعلومة والإشهار لها، حقه في تعليم أبنائه، حقه في السفر، حقه في العلم، حقه في نيل المعرفة، حقه في أن يكون إنسان ذا توجه معين، حقه في تأسيس مؤسساته. هنا يأتي دور الاتحادات والنقابات، وهنا أنا أشيد يعني حقيقة ببعض الجهود التي تبذل وإن كانت لا تصل إلى المستوى المطلوب. أستاذ مصطفى، هناك جهود تبذل من كثير من القطاعات الشبابية تحديدا في توجيه يعني قطاعات الشباب المبدع، سواء في مجال الفن، في مجال الإدارة، في مجال السياسة، ولكنها قد تحدث فرقا، يعني تسمع الصدى، وكما يقال يعني الرصاصة التي لا تصيب تحدث ضجة. وعلى أقل تقدير لابد أن نلتفت إلى هذا الموضوع، القدس هي البوصلة الحقيقية، وكما قال مظفر النواب، بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة، وهنا أضع نقطة. وستظل القدس طبعا بكل هي تأكيد البوصلة الجامعة، وبحاجة إلى شعراء ثائرين. تتفق معي بهذا؟ بكل تأكيد. وشاعر يعني لا ينتصر القدس حتى وإن لم يكن فلسطينيا، هو ليس بشاعر. دعنا نذهب الآن نتعرف على شاعر ثائر. نتوجه إذن للكلمة الثمن، وضريبة تدفع من البدن حينا ومن الروح أحيين كثيرة، هو ديدن من حملوا على أكتافهم جراحات أوطانهم، وما زالوا يجتهدون لتغيير واقع أوطانهم الجريحة. نذهب وإياكم الآن لنتعرف على شاعر ثائر جديد. الحمد لله يبقى المجد والشرف، إن العراق أمامي حيثما أقف، وأن عيني بها من ضوئه ألق، هدبي عليه طوال الليل يأتلف، وأن لي أدمعا فيه ومبتسما، ولي دم مثلما أبناؤه نزف. الحمد لله أني ما أزال إلى وجه العراق أصلي حين أعتكف. الحمد لله أني لا يزال على مياهه كل غصن في ينعطف، وأنني لو عظامي كلها يبست يجري العراق لها ماء فترتشف. الحمد لله أني بالعراق أرى، وأنني بالعراقيين ألتحف. بعد هذا العرض عن شاعر ثائر، ينبغي أن نعود إلى الشاعر الثائر الحاضر لدينا هنا في الاستوديو، دكتور نزار الحرباوي. أنرتنا من جديد دكتور. أهلا بك أستاذ مصطفى. دكتور، الآن دعنا نذهب مرة أخرى إلى مصر قبل الأخير، تختاره لنا، ماذا ستقرأ علينا؟ سنختار قصيدة كتبتها لابنتي الصغيرة. والإنسان هنا لابد ألا يتناسى أنه إنسان، بمعنى أن لأهله عليه حقا، وأن لأطفاله عليه حقا، وأنه يمكن من خلال هذه النصوص الصغيرة التي يوجهها لأطفاله أن يزرع قيمة حقيقية في المجتمع. هذه القصيدة أردت فيها، وقد كتبتها لابنتي الصغيرة جمان، أن أرسل رسالة أن على الأب مهما كانت انشغالاته ألا ينسى أن يبرق بكلمة حب وعطف إلى أبنائه، لأن قيمة الترابط ما بين الأسرة قيمة أساسية ويجب الحفاظ عليها. إلى القصيدة. القصيدة تحت عنوان شدو الزمان. غابت وفي شدو الزمان عظات، غابت وفي شدو الزمان عظات، ورمت فؤادي والصروف هبات،
تكويك في يوم وتأتي بعده بالثغر يبسم والعيون ممات، وتقول إن عادت بملء شفاهها أتراك تعصر والهوى غايات، أهزلت من جزع الفراق وهوله أم جندلت بحروفك اللهجات؟ قد عدت بيتا، قد عدت بيتا من قصيدة واله، والشعر يروى والعيون روات. قد عدت بيتا من قصيدة واله، والشعر يروى والعيون روات. خلي الفؤاد يهيم دون ضمادة، أشرع سفينك ثم فيك حياة. لا تنس أن الشمس رغم جمالها حراقة عصفت بك الآهات، فجثوت من حزني على باب الرجا رباه رفقك نادت العبرات. إني أطيق لذى الرصاص وهوله وأذوب إن ذكرت وذي ملهات. الله. إني أطيق لذى الرصاص وهوله وأذوب إن ذكرت وذي ملهات، ما الحب إلا قطرة قدسية تروي الشغاف بمائها يقتات. ما الحب إلا قطرة قدسية يروي الشغاف بمائها يقتات. أنا يا جمان ركبت طائرة الهوى أن استدارت نبضك الميقات. أنا يا جمان ركبت طائرة الهوى أن استدارت نبضك الميقات. الله، ما أجمله من نبض وما أفضله من قصيد يجود به الأب على ابنته، وكأنها اعتراف بقيمة الحب التي تؤسس لوطن أيضا. فالوطن يتشكل ممن؟ من الأم، من الأخت، من الإبن، من الصديق، كلهم مجتمعون يمثلون وطنا واحدا لا يقبل التجزئة بكل تأكيد. وقيمة الأسرة هنا قيمة أساسية في بناء هذا المجتمع وبناء الثبات داخل المجتمع وعدم تغلغل هذا المجتمع إلى مستويات متعددة. هناك حالات انضباع بالفكر الغربي، هناك حالات من التشتت الأسري، هناك حالات من التعلق بالسوشيال ميديا وغيرها كما تسمى اليوم، وهذا كله أدى إلى تفرقة الأسرة. وهنا رسالة واضحة أن الأب هو المسؤول عن قولبة إعادة المودة للأسرة داخل هذه الأسرة. صدقت. الآن وصلنا إلى فقرة الكتاب، لابد منها دكتور، وأنت ستكون شريكي بها بطبيعة الحال. نسعد بك. طبعا إلى فقرتنا الأخيرة الآن مشاهدينا الكرام، وفي هذا اللقاء العذب الجميل ينصحكم ضيفنا بكتاب عليكم اقتناؤه وقراءته. الآن إلى كتاب أعجبني. إلى كتاب أعجبني الآن مشاهدينا الكرام، وأعود إليك دكتور نزار الحرباوي الأديب والإعلامي الفلسطيني. أهلا دكتور. المشاهدون كلهم شغف لمعرفة عنوان الكتاب الذي اخترته لهم حتى يقتنوه ويقرؤوه. ما اسم هذا الكتاب ومن مؤلفه؟ حقيقة هذا الكتاب يعني كتاب فارق من الكتب التي وجدت أن فيها قيم حقيقية. اسمه قوة الآن. قوة الآن مجرد الاسم للكتاب لافت، وهنا يعني ذكاء من المؤلف كارتول الذي حاول أن يسلط الضوء على قيمة معينة وهي الآن. لأن الناس بطبيعتها أغرقت في التفكير في أمرين سلبيين كما يقال بإفراط وتفريط، إما أن نفكر في المستقبل يعني تتملكني التخوفات ثم بعد ذلك الترقبات ثم بعد ذلك أستشرف المستقبل فأخاف من قضايا وأضع العقبات في وجهها، ثم أو أخاف من الماضي أو أحمل هم الماضي ووزر الماضي ثم بعد ذلك أنشغل به يا ليتني عملت كذا ويا ليتني عملت كذا، ثم تضيع اللحظة الآنية. الله. مشكلة كثير من الناس أستاذ مصطفى أنهم لا يعيشون اللحظة التي يجب عليهم أن يستثمروها حقيقة لصناعة الإنجاز. ولذلك يعني قوة الآن للأستاذ إيكارت تولو هو من الكتب المميزة حقيقة في ميدان التنمية البشرية، يركز على بعد حقيقي وهو بعد التنمية الذاتية. افهم ذاتك. نعم. طور قدراتك الحقيقية. أنت لن تنجز إذا بقيت تبكي على أطلال الماضي، ولن تستطيع أن تنجز إذا تملكتك تخوفات من المستقبل. عش لحظتك بكل قوة يعني. أنت مسؤول عن الآن. نعم. أنت مسؤول عن صناعة الحدث الآن. كن إيجابيا الآن لتذكر ذلك في الغد فتقول لأبنائك كان، وأنت تعيش الحدث وتصنعه. هنا قوة الإنجاز، قوة الإرادة الحقيقية، يعلمنا ألا تنشغل بأمور لن تنفعك لا في ماضيك ولا في مستقبلك. فالماضي قد انقضى والمستقبل لم يأتي بعد، ولا تدري ماذا ستحمل فيه صروف الدهر المتقلبة. لكن عليك أن تركز الآن، اصنع إنجازك الآن، عبئ نفسك الآن، تثقف، زود نفسك بالبعد الأسري، بالبعد الاجتماعي، بالبعد العاطفي، بالبعد المعرفي، بالبعد السيكولوجي.
التكنولوجي، طور نفسك، طور علاقاتك، ابني مؤسساتك، ابني ثقافتك، ابني علاقاتك التشابكية. جميل. عليك أن تكون إنسانا مبادرا إيجابيا صاحبا رؤية حقيقية، اصنع هذه الرؤية من الآن ولا تنتظر أن يأتي بها الغد. لذلك التركيز على الآن هي نقطة بدء حقيقية، نقطة انطلاق حقيقية لعلاج كثير من المشكلات التي نعيشها اليوم مرة في حياتنا. ثانية حتى نذكر السادة المشاهدين سيد نزار اسم الكتاب ومؤلفه. اسم الكتاب قوة الآن، وأنا هنا يعني أشدد على الاسم تحديدا، قوة الآن. إيكارت تول هو المؤلف، يعني من المؤلفين الغربيين الذين أبدعوا في صناعة، دعني أقول هكذا، الربط ما بين الشخصية وصناعة التنمية البشرية. له العديد من المؤلفات، ولكن قوة الآن حقيقة أثبت نفسه فيه كمؤلف، جمع فيه كم من المعلومات، ثم بعد ذلك أسلوب الصياغة والتصنيف والتجذيب والتهذيب كان مميزا فيه، بالتالي حاول أن يضرب على أوتار حساسة عند الإنسان أنك قادر، بادر، قادر فأنت بادر. رغبتي تلح علي بأن نذهب أنا وأنت الآن إلى النص هو الأخير في هذا المساء الجميل بتشريفك لنا سيد نزار الحرباوي الأديب والإعلامي الفلسطيني. ماذا ستختار لنا الآن؟ يعني كمسك ختام، أنا بين نارين، إما أن نودع بالبوسنة وإما أن نودع بفلسطين، وكلاهما جرح راعف ونزاف. كلاهما جرح راعف ونزاف، أحسنت. يعني سأختم بفلسطين عشقا بهذه الأرض. توقعت هذا، تفضل. مع أن البوسنة والهرسك وأركان وكشمير وغيرها من القضايا تلح علينا كجزء من هويتنا وذاتنا، في نهاية هي القضية المركزية، وكما قلت الجميع يتحول ويلتف تحت حولها. المظلة إذن إلى مظلة الأمتين العربية والإسلامية، إلى فلسطين، تفضل. قصيدة صغيرة تحت عنوان سلاما أي طفل الحجارة. إيه؟ برغم القوة المادية الهائلة أحببت أن أبرق برسالة صغيرة إلى طفل صغير يحمل حجرا صغيرا ليكتب عنوان عزتي. خذنا إلى هذا الصغير إذن. سلسل رقاب الخائفين لجاما، سلسل رقاب الخائفين لجاما، وانطق إذا صمت الزمان وصام، واروي الحكايا للصغار ولا تخف، إن البذار ستصنع الأكمام، واروي الحكايا للصغار ولا تخف، إن البذار ستصنع الأكمام، غدروا بشعبي ثم صاح كبيرهم الغدر عار أو تراه حراما. يا من بكيت أمام شاهد قبرنا امسح دموعك واحتمله لثاما، يا من بكيت أمام شاهد قبرنا امسح دموعك واحتمله لثاما، الجبن عار والدموع رذيلة والسيف أصدقها هنا إعلاما، الجبن عار والدموع رذيلة والسيف أصدقها هنا إعلاما، والنور يشرق من جبين مقاتل هز التراب وقد علا صمصاما، هذا زمان الناعقين، هذا زمان الناعقين، بأرضنا غربان شؤم تنسف الإقدام، يرثون ميراث الشكاية، يرثون ميراث الشكاية، ويحهم أيعود حق بالنواح سلاما. لص عدا ولديه قوة باطش، أتراه يرهب فارسا قواما، أيهاب ليث الغاب من غربانه، هذا لعمري ناقض الأفهام. دع ما يقال، دع ما يقال ومن يقول، فكلهم أذناب صمت أجرت أقلاما، هذا وذاك يبيع دمعة طفلنا وعلى قبور الراحلين تعاما، سلم على طفل، سلم على طفل يغني وحده، الله، القدس أرضي أرفض الأعلام، سلم على طفل يغني وحده، القدس أرضي أرفض الأعلام، سلم على طفل يواجه جيشهم بحجارة لا تعرف استسلاما، سلم على طفل يواجه جيشهم بحجارة لا تعرف استسلاما. هنا بيت القصيد وقد حسم القصيد. بيت القصيد يحلو بك يا ضيف بيت القصيد دكتور، ويحلو نزار بوجودكم قامة أدبية سامقة. أشكرك مصر. هنا يعني وصلت إلى المحطة الأخيرة، ولكن لابد من كلمة للذكريات والتاريخ من أجل وطن ينزف وعروبة نصب إلى وحدتها حول القضية المركزية، ماذا تقول؟ أنا أقول هنا أن لكل مسؤول حقيقي في مجتمعه، وأنا أقصد هنا الشعراء والأدباء الذين يمسكون الدوات والقلم، أولئك الذين يستطيعون أن يغيروا الواقع بكلمة صادقة منهم، أقول لهم لا تنسوا أنكم مسؤولون، ولا تنسوا أنكم أصحاب مبادرة، إذا صمتتم لن يتكلم غيركم،
بالتالي أنتم المسؤولون عن نهضة هذه الأمة فكرا وسلوكا وممارسة. أنتم الذين عليكم مسؤولية توجيه هذه المجتمعات توجيها إيجابيا، توجيها ببث الروح. يعني هنا دعني أضرب مثالا من تركيا، عندما انهارت الدولة العثمانية أستاذ مصطفى، انهارت الدولة العثمانية، خرج شاعر وكتب قصيدة اسمها لا تخف في تركيا، وهو محمد عاكف أرصوي. لا زالت كل تركيا على مدار 80 سنة تغني قصيدته. الله. عندما قال لا تخف، الشاعر الذي يقف مع أمته في لحظة اندثارها، في لحظة الخوف، في لحظة الرعب، هو الشاعر الذي سيحفظ التاريخ اسمه. أما الذين يطبلون ويزمرون والذين يتراقصون على الجراح، فهؤلاء سينساهم التاريخ. سيذكر التاريخ من قادهم في لحظة الأزمة، ومن كانت دموعهم نازلة نازفة حارقة، ثم جاء أحدهم يبلسم لهم هذه الدمعة ويقول لهم نحن معكم. في هذه الأوقات كونوا مع أمتكم، التصقوا بشعوبكم، فأنتم الأمل وغيركم ملهى. وحسبنا أن في الأمة الكثير من الخير، وفيها من الشعراء من سيحملون لواء ما تحدثت به وتفضلت به. سعدت بك أيام سعادة سيد نزار حرباوي، الأديب والشاعر الفلسطيني والمستشار الإداري والإعلامي، شرفتنا في بيت القصيدة. سعداء جدا بوجودنا معكم، وشكرا. وصلنا إلى ختام هذا العدد، ليت الوقت في قادم الأيام يتسع إلى لقاء جديد. نسعد بكم دوما ونحن أكثر سعادة. طبعا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من بيت القصيد. الأسبوع القادم يتجدد لقاؤنا وإياكم مع ضيف جديد. إلى اللقاء.